بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه 10 حقائق أو نصائح ذهبية حول أقوى علاج على الإطلاق أنا أعتبره هو الصيام. العلماء أيها الأحبة في ألمانيا بدأوا هذا العام 2020 بتطبيق تقنيات علاج جديدة تعتمد على الصيام. أنا أنقل الآن من موقع وكالة الأنباء الألمانية عن علماء ألمان وعن ودراسات حديثة جدا تقول بأن للصيام تأثير قوي جدا على صحة الإنسان. أول نتيجة اكتشفها العلماء أنه يقضي على الكوليسترول في الدم، ولكن بشرط أن تكثر من الصيام كما كان يفعل حبيبكم عليه الصلاة والسلام. الصيام وسيلة رائعة أيها الأحبة للقضاء على الكوليسترول الضار في الدم والحفاظ على النسبة المفيدة منه. الحقيقة الثانية أن الصيام المنتظم وبخاصة 2 أيام في الأسبوع وثلاثة أيام كل شهر يؤدي لتخفيض ضغط الدم المرتفع. من يعاني من ضغط الدم، أحبتي في الله استمعوا رجاء، من يعاني من ضغط دم مرتفع يكثر من الصيام، يكثر من هذا الصوم الذي اعتبره النبي جنة. قال عليه الصلاة والسلام: والصوم جنة، أي وقاية، وقاية من الشر، وقاية من المرض، ووقاية من عذاب الله، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تصوروا أيها الأحبة، يعني كل الأعمال التي تقوم بها من صلاة وزكاة وإنفاق، حتى لو أنفقت المليارات، حتى لو بقيت ليلا نهارا تصلي، كل هذه الأعمال لها يعني موضع محدد. الصوم له موضع مختلف تماما، هو لله، عبادة تصعد لله مباشرة ويجزي بها، هو الذي يجزي بها سبحانه وتعالى. لذلك الله خصص بابا من أبواب الجنة الثمانية اسمه الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، من عود نفسه على الصيام. طيب أيها الأحبة، ماذا عن ضغط الدم المرتفع؟ يقول العلماء: مما لا شك فيه، وهذا الكلام موجود على مواقع أبحاث ودراسات طبية ألمانية، مما لا شك فيه أن الامتناع عن الطعام والشراب يعمل على تخفيض الكوليسترول وضغط الدم. طبعا أيها الأحبة، خلال أشهر من الصيام، طبعا لو قمت بصيام 2 يوم كل أسبوع بنظام 2-5، والنبي كان يصوم الاثنين والخميس، يعني يومين تصوم و5 أيام تفطر، وتوزع هذين اليومين بين أيام الأسبوع. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا الاثنين والخميس. هذا النظام بعد عدة أشهر ما الذي يحدث؟ تحدث تغيرات في نظام عمل الجسم غير قابلة للعودة للماضي. يعني عندما ينضبط مستوى الكوليسترول ومستوى ضغط الدم بعد 3 أو 4 أشهر من ممارسة نظام الصيام، لا يعود الخلل إلى الوراء. الأدوية التي تتناولها أدوية القلب وغيرها وضغط الدم والكوليسترول وغير ذلك والسكر، إذا توقفت عن الدواء تنتكس مباشرة. لذلك يقول لك الطبيب: إياك أن تتوقف. بينما الصيام، عندما تتوقف عن الصيام بعد 3 أشهر، لنفرض أنك مارست الصيام المنتظم 2 يوم بالأسبوع لثلاثة أو 4 أشهر، بعد ذلك حتى لو توقفت عن الصيام ستجد أن النسبة التي حصلت عليها من تنظيم لضغط الدم والكوليسترول تبقى ثابتة. سبحان الله، هذه روعة الصيام أيها الأحبة. لذلك النبي له أحاديث كثيرة جدا: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا، 70 سنة يبعد وجهه عن النار يوم واحد. فتصور بمن يصوم كثيرا جدا. الحقيقة أيها الأحبة، النصيحة أو الحقيقة الثالثة
أن الصيام هو وسيلة قوية جدا لعلاج الآلام المزمنة الناتجة عن أمراض السرطان، أمراض الكسور العظام، الالتهابات، الآلام المزمنة يخففها الصيام. يعني مثلا آلام المفاصل أو الروماتيزم أو آلام العمود الفقري، هناك علاقة غريبة أنك إذا صمت يصبح إحساسك بالألم أقل. طيب ما هذه العلاقة؟ الحقيقة درسها العلماء ووجدوا أن الصيام ليس مجرد امتناع عن طعام وشراب، الصيام هو عبارة عن تغيير في برمجة الجسم بشكل كامل، تغير نظام عمل الجسم، يتغير أيها الأحبة، يتغير نظام عمل الجسم، بما في ذلك الإحساس بالألم يخف، سبحان الله. الحقيقة الرابعة، العلماء يسمون الصيام عملية بلا جراحة لإزالة السموم، يعني السموم المتراكمة داخل الخلايا وبين الخلايا وفي خلايا الدم، هذه لا يمكن لأي قوة أن تزيلها إلا الصيام وبعض الأغذية مثل التمر وغيره، ولكن الصيام هو رقم واحد، سلاح قوي جدا في إزالة السموم، لأن الصيام أول شيء يعمل عليه هو الكبد، ينظم عمل الكبد، يزيل الدهون من الكبد، هذه الدهون الزائدة التي يمكن أن تؤدي إلى سرطانات وتؤدي إلى مشاكل كثيرة في المستقبل، الصيام يعمل على إزالتها. الكبد أيها الأحبة، ما مهمة الكبد؟ تعلمون جميعا أنه مصفات الجسم، كل السموم، المشاكل، الأوبئة، الأمراض، التلوث، تلوث البيئة، هذا أكاسيد الرصاص والأمور السامة هذه التي نتناولها مع الطعام ومع المياه، للأسف اليوم تلوث كثير جدا. مهمة الكبد أن يتلقفها ويبدأ بتنقية هذه المواد التي تأتي ويخرج الضار منها، فهو المصفات التي تعمل على تنقية الجسم. طيب هذا الكبد يرهق من كثرة الطعام، يحتاج لفترة، يعني أداء الكبد يكون أعلى ما يكون أثناء الصيام، هذه معلومة مؤكدة أيها الأحبة، كبدك هذه المصفات تكون أعلى شيء وقت الصيام. لماذا؟ لأن الطعام الكثير يرهق الكبد، يصبح لديه أداء أضعف، مثل جهاز كمبيوتر أنت تضع عليه معلومات كثيرة جدا أداؤه يضعف، جهاز الموبايل أيها الأحبة كلما وضعت عليه معلومات وفيديوهات وصور وكذا تجد بعد فترة أنه يصبح ثقيلا، يحتاج إلى فرمتة، إلى تنظيم، كلما كانت معلومات أقل يكون أداؤه أعلى. الكبد أحبتي في الله كلما كان حجم الطعام أقل وكنت تصوم أكثر يعمل بنشاط أكثر، لذلك هو الصيام رقم واحد في إزالة السموم. الحقيقة أيها الأحبة، الحقيقة الخامسة حقيقة يعني لطيفة، أن حجم المعدة أثناء الصيام ينكمش، وهذا فيه فوائد كبيرة جدا. الغشاء المخاطي داخل الأمعاء وداخل هذا النظام الهضمي وداخل المعدة، طبعا أنتم تعلمون أن الأمعاء هي أكبر جهاز أو أكبر عضو في نظام المناعة في الجسم، وفيها مليارات البكتيريا داخل هذه الأمعاء والمعدة، الصيام مفيد لها، هي هذه البكتيريا النافعة التي تقاوم الأمراض وتنظم مناعة الجسم تعمل بكفاءة أعلى متى؟ أثناء الصيام. سبحان الله، شيء غريب يعني، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك نجد أن العلماء الألمان يقولون إن الصيام يغير من انتشار الفلورا المعوية بشكل إيجابي، يعني هناك تغيرات في شكل الغشاء المخاطي، نشاط هذه البكتيريا النافعة، القضاء على البكتيريا الضارة الموجودة في هذه المعدة ونظام المناعة بشكل عام، وبالتالي فإن الصيام مفيد جدا للنظام الهضمي. الحقيقة السادسة، أن الصيام هو راحة للبنكرياس، البنكرياس جهاز حساس جدا أيها الأحبة، لذلك نجد أن نسبة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني تتفاقم بين الشباب صغار السن،
ما هو سبب الطعام السيء والحالة النفسية السيئة والبعد عن الله؟ هذا البنكرياس يرتاح جدا، يقل يعني يقل معدل إنتاج الأنسولين. لماذا؟ لأن الطعام أصبح قليلا أثناء الصيام. خلايا الجسم تصبح أيضا أكثر حساسية للأنسولين، أو يعني ما ينعكس إيجابيا على صحة مرضى السكري من النوع الثاني. بشكل عام أيها الأحبة، الصيام مريح لجهاز البنكرياس ليقوم بأداء عمله بشكل جيد ويقيك من هذا السكري. الحقيقة السابعة أن الصيام يقي من الخرف، سبحان الله. لذلك الصيام يشجع على تجدد الخلايا العصبية، يعني أيضا الدماغ يستفيد، الخلايا العصبية تستفيد في دماغك، تتجدد. الغذاء الكثير وبخاصة الوجبات السريعة والغذاء المصنع يدمر هذه الخلايا أيها الأحبة. يعني عندما تأكل كثيرا لا تظن أنك تنفع نفسك، أنت تدمر بعض الأجهزة في الجسد وتعطل عملها. الحقيقة الثامنة أن العضلات تستفيد جدا من الصيام، على عكس ما يتوقعه البعض، يقول أريد أن أكل أكثر لأتمتع بعضلات قوية. لا، أنت ترهق العضلات. لذلك يعني إذا أردت أن تزيد من أداء عضلة القلب على سبيل المثال، عليك بالصيام. الصيام مريح للقلب، يخفف، لأن الدم هو الذي يحمل المواد الغذائية أيها الأحبة كما تعلمون. مهمة القلب أن يضخ الدم، فكلما كان هذا الدم محمل بمواد غذائية أقل يعمل بكفاءة أعلى، لأن الدم في هذه الحالة مضطر لأن يقوم بنقل كميات كبيرة من الطعام أو بعد معالجة هذا الطعام في المعدة وكذا، وبالتالي فإن هذا القلب يتعب. الصيام مريح للقلب وبخاصة مرضى القلب. الحقيقة التاسعة أن الصيام يقضي على الخلايا التالفة والهارمة وخلايا الملتهبة. الخلية الملتهبة هي خلية شاذة أيها الأحبة. خلايا الأكزيما مثلا هي خلايا شاذة، الخلايا السرطانية خلايا شاذة. لذلك الصيام عندما تجوع الخلايا الصحيحة تنشط وتلتهم الخلايا الشاذة. هناك آلية اسمها آلية الالتهام الذاتي، لا تعمل إلا أثناء الصيام، سبحان الله. أقصد لا تعمل بطريقة عالية جدا ونشطة جدا إلا أثناء الصيام. الحقيقة العاشرة والمهمة حقيقة أن الدورة الدموية تنشط، والتمثيل الغذائي أو هضم الغذاء بشكل عام يكون أفضل أثناء الصيام، وبخاصة الدهون. يعني أنت هذه الدهون التي تتراكم في الجسد كيف ستتخلص منها؟ هذه تشكل عبئا على البنكرياس والكبد والمعدة والقلب بالإضافة للدم أيضا. فالصيام يريح كل هذه الأجهزة. لذلك أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا الخير، أراد أن نعيش حياة طيبة، لذلك كان غالبا ما يصوم، كان يحرص على الصيام، وكان يأمر بهذا الصوم، وكان يعني يضع يعني أجر عظيم لمن يصوم كثيرا. وبالتالي طبعا كل هذه الفوائد لخصها لنا القرآن بكلمات قليلة جدا أختم بها. قال سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.